بعد أن غابت أعين المسؤولين عنها في كوخها المنسي الذي احتفظ بتفاصيل معاناتها في زواياها، ها هو الموت يغيبها حتى قبل أن تتذوق وجبة عشاء. الحاجة الوحيدة اللي كانت تطلبها من المسؤولين كانت بيت مستقل، حنايا فاميلتها وكامل كامل فاميلتها عرضوا عليها باش الإقامة في معاهم، وحنا أنا واحد منهم، ولكن هي كانت حابة بيت مستقل عندها عزة نفس، والحمد لله راحت عزيزة إن شاء الله شهيدة نتقبلوها، راحت موت مات حريقة والحريق عند ربي شهيد. الموت كان يتربص بها في زوايا هذا الكوخ الذي قضت فيه نصف عمرها، وكانت نهايتها بداخله. وأي نهاية؟ خالتي زينب التي غادرت الحياة بطريقة أقسى وأمر من واقعها، حيث التهمت ألسنة لها بجسدها النحيل عندما كانت بصدد تحضير وجبة عشائها. خالتي زينب التي لم تقدم يد العون لها رغم نقل معاناتها السنة الماضية على قناة الشروق. والمسؤولين كما شتوا خلوها مسكينة تعاني وفي السخانة وفي البرد، وربي يرحمها إن شاء الله، ونتمنى هذه الحاجة ما تزيدش تعاود، المسؤولين باش يعودوا يتهلاو في الزواولة كاع. موت خالتي زينب نزل كالصاعقة التي فجعت جيرانها، ومن أحب تلك المرأة البسيطة القنوعة بما كتبه الله لها. خالتي زينب ربي يرحمها ويسالها كانت مسحجة دار، حتى ربي كرمها بدار في الجنة إن شاء الله يا رب العالمين، نطلب لها الرحمة. هكذا ودعتنا خالتي زينب ذات يوم، ولم نكن على دراية أن هذه التحية هي تحية وداع. رحلت الحاجة زينب دون رجعة، تاركة وراءها رمادا وسؤالا موجها يقول: بأي ذنب أحرقت؟